بصراحة أول مرة أشوفك قلقان. لا مش أنا خالص. أنت الإسبانس اللي عامل إيه؟ ما هو كابتن الفقرة دي الناس بتحبها جدا برضه، من ضمن الحاجات اللي إحنا بنقدمها جديدة في أوضة اللبس. أنت في أوضة اللبس بتاعتك دلوقتي. بتاعت اللعيبة يعني؟ آه. ماشي. وحضرتك مدرب دلوقتي. بس دربت فرق كتير وحققت نتائج كتير. قبل ما اروح لكل ده، اكتر اوضه لبس وحشاك؟ اكتر اوضه لبس وحشاني اوضه اهل طرابلس واهل بنغازي، لان الاثنين صراحه يعني كان فيها ذكريات كويسه جدا. حققت معاهم طبعا نتائج جيده جدا. مع الاهل طرابلس حققنا بطوله الدوري، مع اهلي بنغازي عملنا طفره في بناء جيل استطاع ان هو يحقق امال كل جماهير نادي الاهلي هناك. وكنت داخل يعني اعتقدت ان حضرتك هتقول الحرس الحدود. الحرس قلت لبس انا خدت مني مجال كبير جدا لدرجه ان انا يعني مش عايز اقول متشبع. طيب جاهز اكتر؟ يلا. اتنين سوبر، اتنين كاس مع حرس الحدود، سوبر، لا دوري مع اهلي دوري مع اهلي اهلي طرابلس، اتنين كاس وسوبر. لما نيجي نتكلم في ال 15 20 سنه الاخيره غير الاهلي والزمالك، الوحيد اللي هتلاقيه طارق العاشري اللي هو حقق الكلام ده. ولما تبص في الدوري العام طارق العاشري مش موجود. في فترة من الفترات انت بتحتاج فيها شوية يعني كده هدوء. الفترة اللي فاتت ديت صراحة انا مريت بظروف صعبة جدا، يعني تنقل بين الاندية. انت عارف ان انا بعد الحرس عملنا فيها طفرة كبيرة جدا، لدرجة ان موسم 2010 كنا الاول على الدوري. ونتيجة طبعا الحادث كان مباراة الأهلي والمصري، فاتلغى الموسم ده. الموسم ده يعني صراحة كان بالنسبة للحرس الولاد والتيم بتاع أحمد عيد وأحمد عبد الغني وكان عبد السلام نجاح وميكي وصلوا النضج كبير جدا، لدرجة إن إحنا عملنا ريكورد متواصل 13 فوز متتالي، وكان يعني بينبأ إن إحنا هنواصل المنافسة على البطولة. لكن طبعا نظر كده لغى الدوري يعني. بعدها انتقلت للنادي الام بي وعملنا طفره كبيره جدا جدا، وصلنا المركز الثالث ودخلنا الكونفدراليه. وبعد كده انتقلت للنادي الشعبي. لما رحت للنادي الشعبي كنت رايح بطموحات كبيره جدا جدا عشان انجح هناك في دوري الخليج العربي.